بكت الراقصة المصرية سلمى سامة المصري على الهواء خلال استضافتها في برنامج قطع الرجالة مع الإعلامية رغدة شهلوب عند حديثها عن شخصيتها الحقيقية وغير المعلنة التي لا يراها الكثير من متتبعيها. وقالت المصري: أنا حساسة جدا وأبكي بسرعة جدا عكس ما يتوقع الناس عني، ولا أحب الليلة والوحدة، وأكره غروب الشمس، يجعلني أشعر بشعور غير جيد، الأمر الذي دفعها للتأثر والبكاء على الهواء مباشرة. وأضافت: لا أحب الغروب، أشعر أن هناك شيئا ما يذهب ولن يعود، لا أستطيع حتى رؤية منظر الغروب. وتابعت: لا أشعر بالفرح عندما يخرج أحد يشمني ويسب أهلي، يأتي وقت محدد وأشعر بالضيق. أنا مشكلتي في الحياة أنني صريحة وواضحة، موضحة الناس أصبحوا سيئين جدا ويحكمون بالمظاهر فقط. زمان كانت السيدات يرتدين منيجيب ولا أحد يتكلم عنهن، الآن أخرج من منزلي بالنقاب وأتعرض للتحرش. وأشارت المصري أنها تشعر بالانزعاج والضيق من انتقادات الناس لها بسبب ملابسها ومظهرها، لافتة إنها لا تلجأ إلا إلى رب العالمين. المشاهد تيفي.